أول مسرحية موثقة في الكويت حسب كتاب المسرح في الكويت للأستاذ خالد سعود الزيد كانت سنة 1922 للأستاذ عبد العزيز الرشيد. التربوي للأستاذ عبد العزيز الرشيد كان يبي يروج حق التعليم النظامي، فكتب هذا النص المسرحي كان اسمه محاورة إصلاحية، هي محاورة من شخصيتين رئيسيتين وفي شخصيات أخرى في هذا النص، وقدمها في المسرحية الأحمدية، كان يبي يروج حق التعليم النظامي. هذه أول مسرحية موثقة موجودة في الكويت. بعدها في سنة 1938 كانت مسرحية إسلام عمر أو عمر بين الجاهلية والإسلام، واللي قدمت في المسرحية في المدرسة المباركية سنة 1938 بحضور الشيخ أحمد الجابر، ومثل فيها الشيخ جابر الله يرحمهم جميعا، وقدموها كانوا بين مجموعة من المعلمين ومجموعة من الطلاب اللي يمثلونها. فهذه كانت بدايات المسرح، وبعدين طبعا صارت العديد من المسرحيات المدرسية، مسرحيات الارتجال، بس هذا نتكلم عن المسرح المدرسي. وصار في تنظيم أكثر حق المسرح المدرسي بعد دخول زكي طليمات الله يرحمه إلى الكويت، صار في تنظيم أكثر للنشاط المسرحي المدرسي. المسرح طبعا عندنا التعليمي أو التربوي هو يعد شكل من أشكال المسارح، وهو طبعا من عنوانه أو من اسمه تربوي، يختص بالتربية والتعليم، وعندنا ترفيهي. طبعا المسرح التعليمي يندرج فيه عندنا بعض الأمور اللي هي يختص بها من مثل نقول المناهج يتطرق لها، وكذلك عندنا اللي هي القصص والحكايات اللي تكون من التراث، وعندنا بعد يتناول عندنا نصوص اللي هي في قضايا الوطن أو الوطنية، والأمور اللي هي فيها جوانب ترفيهية والاجتماعية من ناحية النفسية أو من ناحية المجتمعية. يعني هذا نقول التعريف يعني موجز حق المسرح التعليمي أو التربوي. بالنسبة حقي أنا تعينت في وزارة التربية كمدرس لمادة الأحياء سنة 2000، وأنا كنت قبلها طبعا شغال في مجال المسرح وماخذ العديد من الورش المسرحية المتخصصة سواء داخل دولة الكويت في المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الشباب، وأيضا في لندن خارج الكويت خذيت العديد من الورش المسرحية في التمثيل والإخراج والمكياج، العديد من الورش المسرحية. فأول ما صرت مدرس رحت طلبت من مدير مدرستنا أني أنا أبي أسس فريق مسرح مدرسي عندنا في المدرسة، وبالفعل على بداية السنة الدراسية كانت 2001 رحت نزلت إعلان في المدرسة وعلقته على الأطوف المختلفة في المدرسة وقلت أني أنا بأسس فريق مسرح، وبدأوا الطلبة ينضمون إلى هذا الفريق. وقمت أنا شنو كل طبعا وقتها كان الكلام 2001 كل يوم خميس كان عبارة عن يوم عطلة، يعني عطلة رسمية، فكنت كل خميس أي ويا الطلبة من الساعة 8 للساعة 2 وأدربهم على مختلف الأنشطة المسرحية سواء على الإلقاء على الارتجال على الحركة على التمارين الرياضية التنفس، ونسوي مسرحيات سكتشات مسرحية بسيطة إلى أن وصلت إلى سنة 2004. هني قررت أني لا أسوي مسرحية على نطاق كبير، وقتها وزارة التربية كانوا مسوين مسابقة للعروض المسرحية، فهني أنا خذيت نص للكاتب السوري سعد الله والنوس اللي هو الفيل يا ملك الزمان وسويت له إعداد وقدمته في المسرح، وأحد المشاركين كانوا واحد من طلابي هو حاليا مخرج في تلفزيون الكويت الفنان والأستاذ علي أثمان الشقيح، كان هو طالب عندي في سنة 2001 وكان هو بطل المسرحية مسرحية الفيل يا ملك الزمان. بيوم من الأيام كذي أستاذ محمد عصام الكاظمي حط إعلان إن في نشاط مسرح مدرسي، طبعا أنا ما لي علاقة كنت لا بالمسرح ولا أعرف شيء عنه، اللهم أن أنا مشاهد أشوف مسرحيات حالي حال أي أحد يعني، إلين أنا شفت الإعلان وقررت أن أنا أدش هذا النشاط بدافع التسلية ليس إلا، يعني أنا ما أحب لا المسرح ولا أعرف له. شوي شوي مع أستاذ عصام طور الموضوع، حبيت المجال وهو حبنا كفريق، مع أن احنا كنا نحاول نخرب النشاط ونسوي فوضى وكذي، بس شوي شوي هو ما شاء الله عليه تبارك الرحمن درج لنا القصة إلين علقنا بالموضوع، إلين تعلقنا بهذا المسرح والنشاط، فكنا نواظب على المسرح، وكان سيد عصام كان يخلي النشاط مو بس أثناء الدوام الرسمي أو بعد الدوام الرسمي، مو بعد الدوام الرسمي حتى بأيام العطل كان فيه، ما في طلبة ما فيها طلبة المدرسة عفوا ما فيها طلبة،
كنا نروح لهذا النشاط، يعني هو ويكند قاعدين بالبيت، ايش حق انطق درب للمدرسه ونحضر النشاط؟ لان كنا حابين هذا النشاط. انا طبعا مجموعه كلهم ما شاء الله الحين كلهم اغلبهم فنانين او مخرجين. المسرح هو اداء وهو ابداع. الاداء ان الطالب او الطالبه لما يؤدون راح يؤدون اللي عليهم في الستيج هو المسرح، يقومون بما يعني تكون توصيات او تعليم او الاداء اللي راح يقوم فيه المسرحيه في المدرسه. هذا طبعا هو يكون عنده الاداء يقوم فيه بما يملي عليه من تعليمات من توصيات وتدريبات عشان يقدر يوصل لهذا الاداء. اما الابداع لا، الابداع هو يبدع في مجال الاداء اللي هو اعطاه. يعني الإبداع أن يبهر الحضور، يبهر الجمهور، يبهر المعلمين أو المعلمات في قضية شلون أن يكتشف أشياء أو لا، مو شرط أنه يكتشف، مرات تشوفونه يؤدي الشغلة بأكملها. فهذا الإبداع اللي احنا نشوفه في على الأرض هو طبعا مو بس يعني مختص الإبداع والأداء في المسرح المدرسي، هو عموم المسارح لازم في جانب أدائي وفي جانب إبداعي. الإبداع انه هو يمكن يطلع في ظاهرة جديدة، يعني هو يمكن يمتثل لبعض الأمور ولكن يبدع في مجاله، يعني يقدر يؤدي أمور عقولته احنا نقول تفوق على اللي حواليه من زملائه أو زميلاته ويبهر الجمهور فيها. الحين إذا برجع شوية في الزمن، أنا أول صعود لي على خشبة مسرح كانت في المرحلة المتوسطة، لما كنت أنا في متوسطة مشعان الخضير في منطقة مشرف، كانت أول مرة في حياتي أصعد إلى خشبة المسرح. فكان هني المسرح المدرسي هو اللي خلى عندي شغف حقيقي في المسرح بشكل عام. وما زلت أتذكر كان المسرحية اسمها قاضي قرطبة، وكان في شخصية الخليفة عبد الرحمن الداخل وأنا دور ولده، فهذه كان أول صعود حقي. وحتى في ذاك الوقت كان الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية الفنان عبد الرحمن العقل هو أحد مشرفين النشاط المدرسي في وزارة التربية، فكان يفتر على المدارس ويالنا ويعطينا توجيهات على شلون نمثل وشلون نأدي وشلون نتحرك على خشبة المسرح. بعد ذلك في المرحلة الثانوية، لما صرت طالب في المرحلة الثانوية وتحديدا يمكن ثالثة ثانوي، كانت 1990 سنة الغزو، قبل الغزو مباشرة، يعني عطلة الصيف صار فيها الغزو شهر 8، احنا قبل الغزو اللي هو الفصل الدراسي الثاني ايضا شاركت في عرض مسرحي، مسرحية اسمها الغريب، وهي المسرحية كانت احد مسرحيات نصوص وزارة التربية في ذاك الوقت في التسعينات. وفي الثمانينات كانت وزارة التربية تسوي مسابقات للنصوص المسرحية، وهذه النصوص يتم طباعتها في كتب وتوزع. فإحنا أتذكر الأستاذ عاطف الله يذكره بالخير مدرس اللغة العربية، وهو خذ هذه النصوص واختار أحد النصوص، كانت مسرحية الغريب، وأخرجها في مسابقة العروض المسرحية. وكان هذه بعد مو كان ثاني تجربة حقي في المسرح المدرسي كطالب، وأول بطولة حقي من بداية المسرحية لنهايتها أنا موجود على خشبة المسرح. بعد ذلك مثل ما أنا قلت لكم أنه لما صرت مدرس مادة الأحياء، نقلت إلى تجاربي في المسرح إلى تأسيس فريق مسرحي. بعد ذلك أيضا كانت في مسابقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وكان أحد اللي شاركوا في المسرحية سنة 2004 ويا الطالب علي عثمان الشقيح، طالب محمد عبد الرحمن السعيد. محمد عبد الرحمن السعيد تخرج من الثانوية، شارك في المسرحية الفيل يا ملك الزمان، تخرج من الثانوية وبعدين كان يصير مدرس موسيقى في نفس الثانوية اللي أنا فيها، وأنا وياه أخرجنا مسرحية مع بعض اللي هي شاركنا فيها في مهرجان دول مجلس التعاون سنة 2014. المسرح التربوي ما يختلف بشكل مطلق، لأن هي كلها مشتركات وفيها أمور متشابهة. يعني إذا تناولوا من ناحية التراث من المسارح العامة تتناول جوانب تراثية، إذا كانت المسارح تتناول قضايا نفسية واجتماعية راح يتناولونها من الطلبة في التعليم قضايا اجتماعية ونفسية، ويعني من هذه نقول المتقاربات أو المتشابهات. كذلك الاختلاف البسيط فيه أن كون أنه مختص بالتعليم،
فأكيد هو راح يتناول جوانب تعليمية خاصة إذا كانت في المناهج أو إذا كانت في بعض الأشياء، يتناولون خيط من هذه الخيوط عشان يقدرون يمثلونها على المسرح. يمكن هذا الاختلاف البسيط اللي راح يصير. هذا أعتقد أهم سؤال ممكن يطرح في هذا المجال، إن شنو تأثير المسرح المدرسي على الطلاب؟ أنا لو الأمر بإيدي أخلي مادة الدراما أو المسرح مادة أساسية مقررة على طلاب وطالبات الثانوية، ليش؟ ببساطة، أول شيء هي تخلي الطالب والطالبة يصير عندهم ثقة في النفس، يقدرون يعبرون عن مشاعرهم، يتعلمون أن يشتغلون من ضمن مجموعة. لما الطالب والطالبة ويا المعلم مالهم والمشرف على النشاط المدرسي ياخذ مجموعة من الطلاب والطالبات ويشتركون بهالبروفات وهالقراءة وهذا يقرأ دور هذا يتفاعل، أن يشتغلون من ضمن مجموعة هذا يساعدهم على العمل التعاوني. هذه واحدة، غير موضوع الثقة بالنفس، غير موضوع التعبير عن المشاعر، غير موضوع يتعلم النطق السليم، يتعلم يعبر عن أفكاره، وهذا كله يبني شخصية الطفل أو الطالب أو الطالبة. هذا بغض النظر إذا إحنا مو هدفنا في المسرح المدرسي أننا بنسوي ممثلين وممثلات، مو هذا الهدف. الهدف أن نبني ونسقل شخصية هذا الطالب من خلال هذا النوع من الأنشطة الدرامية. أكيد يأثر إيجابيا. أول شيء يعلم الطالب النظام. يعني أنا كنت قبل لا أدخل هذا النشاط كنت إنسان فوضوي نوعا ما، فلما دشيت تعلمت النظام، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يطلع شنو الجانب الفني اللي بحياة الطالب، يطلع سواء إذا يحب الرسم، يحب يغني، يحب يمثل، يحب يكتب كسيناريو، هذا كله يتعلمه بالمسرح. المسرح هو أساسا يسمونه أبو الفنون، هو جامع كل الفنون، جامع فن الرسم، فن التمثيل والغناء نفس ما قلنا، والكتابة زائد. أنه غير النظام وغير أنه يتعلم الفن اللي يطلع الفن اللي بداخل الطالب، التعاون هذا وايد شيء مهم. يعني مثلا أنا ما أعرف طالب في سنة سابقني أو سنة متخلف عني، ولكن بالمسرح راح تصير في علاقة ود ما بين الطلبة، هذا يعرف هذا وهذا يعرف هذا، فتصير مجموعة كاملة متحابة مع بعضهم كأصدقاء بالمدرسة، هذا يعاون هذا. فالمسرح المدرسي أنا أعتبره يحقق هذا الجانب، يحقق التعاون. في المسرح المدرسي احنا ما نهدف لما يجونا الطلبه ونعلن ان يحضرون عندنا علشان يشاركون في النشاط المدرسي المسرحي ان نختار المميزين واللي مستواهم ضعيف نقول لهم لا انتم ما تصلحون حق المسرح. لا، وانا عشان كذي اخترت نص مسرحيه الفيل يا ملك الزمان، كل الطلبه اللي تقدموا اخذتهم وخليتهم يشاركون. حتى للحين اتذكر عندي كان احد الطلاب عنده لدغه وقال استاذ انا ما ابي امثل، ما ابي اتكلم. قلت له ليش؟ يقول استاذ لان انا عندي لدغه وانحرج منها. قلت له لا مو كيفك. ليش؟ هو لان عنده لدغه ينحرج منها، فاقول له لا، هاي اللدغه شيء طبيعي انت موجوده عندك، لا تستحي منها. فخليته هو هذا الطالب اللي يقرا الفرمانات الملكيه، وقلت له لا تصلح، لا تحاول تصلحها، قولها بنفس لدغتك، الفغمان الاول، الفغمان الثاني، وقال الفغمانات الملكيه. ف هني أنا في المسرح المدرسي مو هدفي أني أنا أخذ الطلبة القوية بس والطلبة المزينين أستبعدهم، لا، أي طالب جايني عنده شغف المسرح أنا أي مستوى هو كان فيه أنا أرفع من مستوى، سواء في الإلقاء، سواء في الثقة في النفس، سواء في الحركة، ما أرد أي طالب. وهني يكون صقل حق مهاراته وحق شخصيته. مثلا عندنا مثال حتى مثل المشاهير العالمية، توم كروز يقول أنا كنت أعاني من صعوبة القراءة والفهم، المسرح عالجة. أو إيميلي بس ما يستحضر طبعا أنا حين أتذكر، لا أتذكر هذا الشيء، يمكن إيميلي تقول أنا كانت عندي التأتأة فمن المسرح تعالجت عندها هذه الشغلة. فالمسرح دائما له دور في قضية حتى مسائل الأخلاقية أو مسائل هذا، ويعود حتى الطالب على الانضباط ويحاول التعاون، روح التعاون
والمبادئ الإنسانية، ويصير عنده هذا التشجيع، وكذلك تحصيل العلمي للدراسة يرتفع. ليش؟ لأنه صار عنده بيئة جيدة وصالحة أن يقدر هو ينطلق منها. المسرح هذا دوره الأساسي. قبل شوي أنا ذكرت بعض النقاط، أن شلون يسقل الشخصية وأنه يساعدهم على العمل التعاوني، لأنهم قاعد يشتغلون ضمن المجموعة. فالطالب والطالبة لما أنا أشتغل في أو أمارس نشاط فردي أو لعبة فردية أيا كانت أو هواية فردية، أنا بيني وبين نفسي ما يهمني، حتى أقدر أنعزل عن المجتمع. أو خصوصا الحين قاعد يصير في زمننا الحالي، وأنا لاحظتها بعد الكورونا تحديدا، أن أكثر الطلبة صايرين انعزاليين، وحتى أكاونتاتهم بالسوشيال ميديا ما يحط صورهم، يحط صورة لاعب أو يحط صورة أنمي، ما يحط اسمه، فكله يبون يخشون روحهم يستحون، يبي يصير هو وراء الشاشة و يتكلم أو يطالع الأنشطة أو يعني يطالع فيديوهات مثل ما هو يبي، ويسولف وياخذ مع الأطراف الأخرى. ميزة النشاط المسرحي تحديدا أنه لا يخلق تفاعل بين البشر، تفاعل حقيقي، واحد يكلم واحد، يطالعه يشوفه، يتكلم معاه، يجيسه، يقوم ويتحرك. فهذا النوع من النشاط التفاعلي الجسدي اللي فيه رؤية وفيه تفاعل وفيه كلام وأخذ وعطى، يساعد على هذا النوع من النشاط التعاوني وصقل شخصية الطالب، اللي يخليه يقدر بعدين يتعامل مع المجتمع بشكل عام. طبيعي هني المسرح المدرسي لما يعطي هو طبعا هو يكون لبنة، يعني لبنة الأساس. فإحنا نقول إذا كانت المراحل من الابتدائية أو نقول المتوسطة أو الثانوي، راح يشوف قدامه أول شيء راح يشوف التمثيل، راح يشوف طريقة الإخراج، لأن الإخراج تحت مسؤولية المعلم اللي هو راح يقوم في هذا الدور. فراح يشوف الإخراج، راح يشوف هو طبعا راح يكون في هذه الفترة بصري، راح يشوف كل شيء قدامه، فراح يشوف الأداء التمثيلي من زملائه وزميلاته من كذلك، وراح يشوفها من كذلك طريقة الإخراج، شلون إن المعلم أو المعلمة قاعد تخرج هذه المسرحية، وكذلك كتابة النصوص. هم يتعلمون كتابة النصوص، وهني هم من تصير عندهم قاعدة قوية في كتابة النصوص، فهو هني راح يتحفز حتى في القراءة، قراءة النصوص سواء كانت في الكتب المطبوعة أو مواقع إلكترونية، يقدر هني يقرأ تكون عنده حصيلة معرفية وعلمية وثروة لغوية، ويقدر هني بعدين يكتب هذا النص، وتصير عندهم على قولتهم الأساس. حال اللي بيصير مهندس، حال اللي بيصير طبيب، حال اللي بيصير مثل محاسب، أيا كانت الاختصاصات الأخرى، هني تصير عنده قاعدة جميلة ولطيفة عشان يقدر يروح يقدم على ما بعد التخرج حق هذه المجالات التخصصية. طبعا وزارة التربية اللي أنا كنت أسمعه واللي يمكن عشته لما كنت طالب مو كنت مدرس، كان في اهتمام أكثر في الأنشطة المدرسية بشكل عام والنشاط المسرحي بشكل خاص. ولكن مع مرور السنين صار هذا الاهتمام قاعد يتراجع مع الوقت، إلى أن وصلنا الحين يمكن إحنا في مرحلة أنه متوقف النشاط المسرحي تماما. إنزين، يعني للحين أتذكر أنا لما جيت أسوي مسرحية الفيل يا ملك الزمان، قالوا لي ترى في أحد الأماكن عندهم ستاير ملونة مصبوغة حق خلفيات مختلفة للمسارح، يستخدمونها حق المسرحيات المختلفة، تبي خلفية قصر، تبي خلفية شارع، تبي خلفية غابة، فتروح هذا المكان كان خاص بوزارة التربية وتختار الخلفية اللي تبيها، تبي ستاير، تبي بعض العمايم أو الأزياء موجودة. هذه بعدين وقفت واختفت تماما، صار إحنا اللي يبي يهتم في النشاط المدرسي لازم هو يصرف من جيبه، والإدارات المدرسية دائما تشتكي أنه ما عندها ميزانيات كافية. فبشكل عام أنا أعتقد العائق الأساسي بالنسبة حقي من وجهة نظري هو اضمحلال اهتمام وزارة التربية في الأنشطة بشكل عام والأنشطة المسرحية بشكل خاص، لأن مع الأسف يعتقدون أو بعض المسؤولين يعتقدون أن هذا نشاط تكميلي. وأنا من وجهة نظري النشاط المسرحي والأنشطة المختلفة لا تقل أهمية عن المادة العلمية، بل تساويها أصلا بالأهمية. ما في تحديات بالنسبة لي كطالب، لأن كان معظم الوقت هو نشاط خارج نطاق الدوام الرسمي، كان
بس بعدين صار في تحديات بسيطة، اللي هي أن أنا كنت في المسرح المدرسي مع أستاذ عصام، اللي تدرجنا ودخلنا ياتنا مجموعة من وزارة التربية اللي هو وزارة تبع إدارة الأنشطة المدرسية اسمه أتوقع، نقتنا كفريق، نقت اختار الطلبة كفريق معين، سوينا مثل منتخب مسرحي، وهذا المنتخب لازم يسافر ويشارك مهرجانات مسرحية مدرسية في الشارجة كانوا يسوونها. فشلون أنا أسافر كطالب؟ يعني هذا تحدي بسيط مثلا ما بين نفسي وما بين أهلي والدراسة، شلون بنسق، شلون بروح، شلون بي، هذا التحدي الوحيد اللي حاشني أحس وأنا طالب يعني أثناء فترة الثانوي. يمكن إحنا نشوف أن المسرح بشكل عام، يعني النص أو نقول حتى العرض المسرحي، يساعد المجتمع أول شيء من ناحية الترفيه، خاصة الأسرة إذا كانت طول الأسبوع في العمل، في نهاية الأسبوع يمكن يروحون لهم مسرحية يشاهدونها، عشان مو شرط أنه يمكن يأخذ نقول عقوتهم القصة، لا هو يبي يرفف عن نفسه. وفي جوانب لا، أنه يبي يأخذ، يقدر يأخذ الحكمة والمعرفة، يأخذ له قصة عبرة، يأخذ له يعالج القضايا النفسية والقضايا المجتمعية. يعني المسرح عقوتهم بحر، وهو أبو الفنون يعني، وشامل يعني لكل شيء يعني في هذه الأشياء، فأكيد له دور يعني كبير في قضية المجتمع. أحد المواقف اللي ما زلت أذكرها لما جيت أسوي مسرحية الفيل يا ملك الزمان، اللي قلت لكم الكاتب مالها سعد الله والنوس، الكاتب السوري الله يرحمه، فأنا أخذت النص وسويت الإعداد. الإعداد اللي سويته أنه كان فيه مثلا شخصيات نسائية، خليته كلها شخصيات رجالية، وكل طالب خليته لازم يقول شغلة، يعني أنه وزعت الأدوار على الطلبة. المهم فأنا أول ما بلشت يعني واحد من الطلبة الله يذكره بالخير عيسى بهمن قال أستاذ أنا بصير مساعد مخرج. قلت له ممتاز، أخذ النص أقرأه وعطني رأيك فيه وشون ممكن نشتغله. أخذ النص قاعد كذي يوم يومين كذي، رد لي كان يقول لي أنا قريت المسرحية وما عجبتني. قلت له ليش؟ كان يقول نهايتها كلش ما لازم نغير النهاية. هي فكرة المسرحية باختصار إنه في ملك ظالم عنده فيل، وهذا الفيل قاعد يبطش في أهل القرية، وتبدي المسرحية إنه هو قتل أحد الأطفال، داسه وذبحه. فالناس يبدون يعني يثورون إنه خلينا نكلم الملك إنه يكف أذى فيله عنه. فمجموعة يقولون لا ما يصير، شون الفيل هذا الملك يحب فيله، وكاد أن يطلق زوجته الملكة لأنها لم تترفق بالفيل ويشرف على حمامه بنفسه، إلى أن واحد شجاع اللي هو الطالب علي عثمان الشقيح هو يقول لهم يا جماعة إحنا بس نروح نكلم الملك بأدب ونقترح عليه أنه يعني يكف أذى فيله عنه. ويتدربون المشهد الثاني أنه يتدربون أنه شون يدخلون على الملك وشون ينحنون له ويكلمونه باحترام، وبالأخير لما يوصلون عند الملك يقول لهم أنا راح أقول الفيل يا ملك الزمان وانتوا تقولون الشكوى مالتكم. يوصل البطل ويا الشعب كلهم يدشون على الملك، فيقول الفيل يا ملك الزمان، صخة، الشعب صامت، الفيل يا ملك الزمان. مرة مرتين الملك يبدي يعصب، ايش في الفيل، لا يكون في شيء فيلي هذا. فشافهم سكتوا كان يكسر فيهم، قال لهم لا يا مولاي بس احنا لاحظنا ان الفيل وحداني وياي نقترح عليك انك تزوج الفيل عشان تأنسى الفيلة ويصير عنده عيال ويصير تمتلئ المدينة بالفيلة. فيستانس الملك ويقرر هذا القرار وتنتهي المسرحية على كذي. فالفكرة أنك أنت إذا سكت على شيء مو زين أو الغلط أو فساد، هذا الفساد راح يتكاثر، راح يستشري في البلد أو في المدينة. فعيسى قال أنا ما عجبتني النهاية. قلت له شلون تبي أن نغيرها؟ كان يقول أنا بيخليهم أن يقولون حق الملك، يعني يقولون المشكلة مالتهم، مو أن يسكتون وتصير هالسالفة. قلت له نفكر فيها. وأنا نفس الوقت قاعد أقرأ كتاب مقالات حق سعد الله والنوس، فقاعد يقول سعد الله والنوس أن في نوع من المسرحيات الواحد لما يشوفها يطلع متضايق، يعني يشوف النهاية المؤلمة، شنو راح يصير في حال الإنسان إذا سكت عن الغلط. فيقول في نوع من هذه المسارح تشحن الإنسان، تخليه يطلع متضايق. فقريت هالمقالة حق عيسى، قلت له أنت بس قريت النص تأذيت تضايقت، فإحنا إذا عرضنا المسرحية وحققنا اللي يبيه المؤلف أن الناس طلعوا متضايقين، معناته المسرحية ناجحة، مو أن طلعوا هيل أمور طيبة وقضوا على الشر. كان يقول لي والله خوش فكرة. قلت له بعدين إحنا أدبيا ما يصير نغير بالنهاية. وبالفعل قدمنا المسرحية، كان عندنا مدرس لغة إنجليزية وهو أديب وكاتب وشاعر الأستاذ علي عبد الفتاح،
طلع من المسرحية معصب ياني، قال لي أستاذ عصام أنا ما عجبتنيش المسرحية. قلت له ليش؟ شي يقول كنت عاوزهم يقوموا على الفيل ويقطعوه ويضربوه. كان طالع عيسى، قلت له معناته أمورنا طيبة، بما أنه هو تفاعل كذي أنه هو ضايق من اللي صار، معناته إحنا اللي سويناه مضبوط. فهذا النوع الحين هذه التجربة تبين شلون هذا الطالب اللي هو عيسى يا ما يبي يمثل، ما يبي بس يبي يكون انه مخرج، فصار عنده وجهة نظر وصار نقاش بيني وبينه وقمنا. فهذا النوع من النقاش الفكري وشلون وصلنا حق هذه النتيجة ايضا ساهمت في انه تعزز عنده طريقة معينة في التفكير، وهذه احد ادوار واهمية المسرح المدرسي. بالنسبة للمسرح المدرسي أنا عندي رسالة صغيرة. الرسالة هي أن لا حد يشوف المسرح المدرسي وايد ما له دور في المدرسة، وايد له دور مهم وإيجابي جدا للطالب، من ناحية أنه مثل ما قلنا مثلا يعلم الطالب الانتظام، يكتشفون حب الطالب للشغلة. نفس ما صار معايا أنا، أنا اللي صار معي إن أنا ما كنت عارف إن أنا أحب المسرح أو ما أحبه أو لي توجه أو لما هو لي توجه، فصار توجهي وحياتي كلها مسرح، من طالب عادي مستوى عادي إلى طالب طموح وشاطر وقعيب درجات عالية عشان يتخرج من الثانوي عشان يكمل دراسته. فهذا شيء ممكن النشاط هذا المسرح المدرسي، إذا رد في المدرسة ممكن في طالب نفس حالتي يكون طالب ما عند مو عارف وين يروح، ما عنده طموح، ما عنده شيء، إلى طالب لا طموح إنه يوصل ويخلص عشان يوصل لمرحلة معينة اللي هي يصير مخرج أو يصير فنان. فالمسرح المدرسي عفواً وايد أشوفه مهم، ويا ريت وأتمنى إنه يلتفتوا له مرة ثانية ويرد مرة ثانية بالمدارس، ويكون نشاط مهم جداً حال الرياضة، حال كرة القدم، حال لأن في ناس ما لها بالرياضة، ما لها كرة القدم، الطالب مثلا ما لها بالرياضة ما لها كرة القدم، شو يسوي عنده هذا النشاط؟ إذا كان يحب الموسيقى راح يبدع فيه، إذا كان يحب التمثيل راح يبدع فيه، يحب الإخراج، وهكذا إلى نهاية النشاط نفسه. طبعا أكيد كل واحد يتمنى أن المسرح يعني التعليمي أو التربوي يكون يعني في المصاف الأولى، وأكيد لازم ينطلق وبقوة. هذه طبعا أمنية إن شاء الله، وأمنية إن شاء الله كل واحد مهتم في هذا المجال. والتطلعات أكيد يعني إن شاء الله نتمنى إحنا أن تتعاضد المؤسسات المختصة في هذا الشيء مع النماذج التعليمية والتربوية عشان يصلون إلى نوع من قفز نقول للأفضل وللأحسن وللأجود يعني في هذا الشيء، عشان الواحد يشوف ثمرة حقيقية لهذه الأنفس الجميلة سواء كانوا من الطلاب أو الطالبات. طبعا الحين المسرح المدرسي مع الأسف متوقف، إذا صار في نشاط أنا أشجعهم أن يمارسون هذا النوع من النشاط بالإضافة إلى اهتمامهم في دراستهم وتعليمهم، واللي عنده شغف في المسرح أنصحه أنه يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويتخصص صح في المسرح. يعني هذا يعني بجانب المسرح المدرسي إذا تم إحياءه مرة ثانية إن شاء الله.